ولمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة والمساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة يوم القرى للنازحين في مخيم حسن شام الثاني بمنطقة الخازر، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم المنظمة الدكتور ناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور ورمضان مبارك. حياك الله سيدتي الكريمة، حيا الله قناة الرافدين وكادرها ومشاهدي الكرام، رمضان مبارك عليكم. دكتور، قدمتم في منظمة أم القرى وبالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات للنازحين في مخيم حسن شام الثاني شرقي الموصل، ما تفاصيل هذه الحملة الإغاثية؟ هذه حملة جاءت ضمن سلسلة الحملات شهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وكما وعدت منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين بالتعاون معهما بتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية مع مقتبل وقدوم شهر رمضان المبارك. وقد باشرت المنظمة والهيئة بهذه الحملات قبل أيام من قدوم وحلول شهر رمضان، وتقدمت الشهر سلسلة من الحملات الإغاثية قدمت المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين حملة في مخيم بزيبز جنوب الفلوجة، وكذلك في مخيمات عمرية الفلوجة، وكذلك في بغداد وفي كركوك وفي غيرها من المخيمات. وجاءت هذه الحملة لتشمل العائلات النازحة من مناطق مختلفة من محافظة الموصل، الساكنين في مخيم الخازر، مخيم حسن شام الثاني يوتو. وقد شملت هذه الحملة 500 عائلة نازحة، إضافة إلى عدد من العائلات متوزعين في أنحاء مختلفة من مدينة أربيل. قدمت المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التي وعدت بها لكي تصل إلى أكبر عدد من أهلنا النازحين. تقدمت شهر رمضان بأيام، وثم بدأت في مع أول هذا الشهر الفضيل، وستأتي سلسلة من الحملات بإذن الله لكي تصل إلى أكبر عدد من أهلنا النازحين في مخيمات النزوح. دكتور، انطلاقا من احتكاككم المتواصل مع النازحين في هذه المخيمات التي ذكرتها، كيف تبدو أوضاع العائلات النازحة والتي هي من الأسباب التي أدت إلى إطلاق هذه السلسلة من الحملات الإغاثية؟ حقيقة أعداد النازحين ما زالت كثيرة وكبيرة جدا في المخيمات وفي مناطق النزوح وفي مناطق التهجير. هنالك ادعاءات من جهات حكومية تزعم بأن عدد النازحين قد قل، وأنها قد عالجت قضية النزوح، وأنها قد قامت حقيقة بقضية وارتكبت مخالفة كبيرة للمعاهدات الدولية والاتفاقات الدولية التي تلزم الحكومات والدول بأن تهيئ الملاذ الآمن للمدنيين وتجنبهم ويلات الحرب، وكذلك تقدم لهم يد العون إذا ما حدثت مشاكل في أي بلد ما. المخالفة الكبيرة التي جاءت للاتفاقات الدولية بتجنيب الآمنين بويلات الحرب وكذلك العيش الغير المستقر، قامت بإغلاق أكبر عدد من مخيمات النزوح في كل محافظات العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق. ولذلك يعني نزحت العائلات الكثيرة إلى هذه المخيمات، ونزحت إلى مخيمات كردستان، وكذلك منهم من لجأ إلى الأبنية القديمة المهدمة ووضع خيمة بسيطة ولجأ إليها، وحقيقة صار يتكفف ويطلب عون الناس من المدنيين في المناطق. ولذلك نحن نشعر بهذه الكارثة ونشعر بهذا الأمر الكبير الذي حدث للنازحين، ولذلك أخذنا على عاتقنا بأن نقدم سلسلة من الحملات لأهلنا النازحين في مناطق النزوح، مناطق التهجير وفي مخيمات النزوح، ونصل إلى مناطقهم بإذن الله. كل ما تيسر لنا وكل ما يمكن أن يتهيأ لنا من العون سنقدمه إلى أهلنا النازحين في أغلب مناطق العراق.
هل لديكم حملات باعتبارك تحدثت عن حملات مقبلة؟ هل هناك حملات مقبلة تحديدا خلال شهر رمضان للعائلات النازحة في المخيمات؟ نعم، الجهد سيتضاعف بإذن الله خلال شهر رمضان المبارك. سنصل إلى النازحين، سنصل إلى المحتاجين، سنصل إلى المتعففين، نصل بإذن الله إلى المهجرين الذين تمنعهم الميليشيات من العودة إلى مناطقهم الأصلية، مناطق جرف الصخر، البحشمة، التمايمة، وكذلك عزيز بلد، محطة بلد، سنجار، البعاج، وغيرها من عشرات المناطق من التي يمنع أهلها من العودة إلى هذه إلى 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 مناطقهم الأصلية. ولذلك لابد يعني علينا أن نقدم لهم يد العون، وهم أهلنا وهم بحاجة كبيرة إلى تقديم يد العون. ولذلك أخذت هيئة علماء المسلمين ومنظمة قرى الإغاثة الإنسانية بتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية، وهي متواصلة بإذن الله، وستأتي حملات أخرى بإذن الله ستشمل المخيمات، وكذلك تصل بإذن الله يد العون إلى أهلنا النازحين في مناطق النزوح إلى سكناهم وإلى منازلهم بإذن الله. شكرا جزيلا لكم دكتور ناصر الفهدوي المتحدث العالمي باسم منظمة أم القرى، حدثتنا عبر الهاتف من أربيل.